اختي لكني اجيت. يلا احكي لي شو صار. تعي اسمعي، مقصوف الرقبة يا نال، ضرب اختك كف على وشها. شلون يعني مسعودة؟ وطي صوتك. لك شلون ضربك؟ وطي صوتك، بابا برا جوري. بابا سمع ومشي الحال. شو؟ يلا تعال. قولي شو عم تحكي. قولي بسرعة. قولي. بتشوفي بعينك، رح تجي سيلين لعند رجليك وتعتذر لي. لكان. اها اكيد هنن. اهلين عمي. مين مفكر حالك؟ مين مفكر حالك؟ الي سنين وانا متحملك. قلت معليش هذا صهري ولازم اصبر. انت قليلة البعي، انت واحد قليل الاخلاق. انا غمضت عيوني عشانك كرمال بنتي، كرمالها. عم تفهمني؟ ما كان لازم تعمل هالعملة، ما كان لازم ترفع ايدك على بنتي. عمي والله مو مثل ما لك مفكر. معقول انا اضربها؟ معقول اضرب حبيبة قلبي؟ ما بسمع لك. طول ما انا عايش بهالدنيا ما بسمح لك تلمس شعرة واحدة من راسها. بابا مسعود احكي لك شي كلمة مع عمي. ما عادت لي عمي، انا ما عادت عمك. وراح خلص بنتي منك، من قلع من بيتي. اذا ضل فيك ذرة واحدة من الرجولة والشرف بتطب اغراضك وبتمشي بسرعة. عمي مشان الله، لوين بدي اروح؟ وبكره عندي شغل. ما بيهمني. كنت فكر بهالحكي قبل ما ترفع ايدك على بنتي، قبل ما ارتكب فيك جريمة. هون انقلع من بيتي. يلا انقلع. بابا 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 خلص. روق، مسامحته، سامحته بابا. بنتي انت مالك بحاجة لهتافه، كرمالك رح خليه ما قلعه يضل بالبيت. بس انت تعالي معي. بابا انا كتير مرتاحة ببيتي ومبسوطة كمان. بعدين هو اول مرة بيعمل هيك وما رح تتكرر. وعد. بابا يلا خلينا نمشي. يلا بابا يلا. إذا بتغلط بحق بنتي مرة تانية بهد البيت فوق راسك. فهمت منيح ولا؟ روقي مسعودة. بتعرفي مسعودة؟ عملتي لي مشكلة مع عمي وخليتيه يكرهني هلأ. ليش كبرتي القصة وعملتي لها إيدين ورجلين؟ ما بعرف. اسمعني منيح يا نال، تحملت كتير وانت ما عم تتغير. ياما كذبت على بابا مشان ما يزتك برات هالبيت. بس انا مالي مسامحتك ولا رح سامحك. اهلين مرت خالي. بابا روق والله خايفة عليك يصير لك شي من كتر ما عيطت وعصبت اليوم. أنا دمرت حياة أختك، ما كان لازم أعطيها لهيك تافه لو شو ما صار. بابا حاجة تضايق حالك، أختي سامحته. شو؟ اسمع منيح يا أفندي. بابا فتح أذنيك واسمعني منيح. مسعودة تجوزت ودمرت حياتها وما قدرت امنعها. هذا الشي صار، بس مالي مستعد دمر حياة واحدة تانية من بناتي لو شو ما كان. مفهوم؟ بابا يلا خلينا نمشي بقى.
مجد، من وقت ما قعدنا وانت ساكت. شو بدك احكي؟ بعد اللي صار ما عاد لي نفس احكي بشي. لا تحمل كتير، بابا كان معصب من صهري وانفجر لما شافك. هذا اكتر شيء قهرني بالقصة. ابوك شبهني بالاهبل زوج اختك، مع انه شوفي هو وين وانا وين. التافه هاد عنده اكتر من ما عندي بكتير. مجد، بابا ظلمك وبعرف هالشي. هو عمل هيك كرمال يحميني. انا برأيي تنسى اللي حكى امبارح مشان ما تضل تنقهر. تمام، انا رح احكي مع بابا، رح خليه يقبل فيك ويحبك ويحترمك مثل زمان. ما سمعتي كيف حكى معي؟ كيف بدي اطلع بعيون ابوكي بعد ليلة امبارح؟ خلاص كرهني لاني ما وثقت فيكي ورميت الخاتم، وهو من وقتها حط وحدة علي وهلأ رافضني. ما رح يقبل. خنقتك؟